ما والله يا أستاذ وجد، كما قال أخي البارحة، اللي قال نقول لك أخي، يعني أخي في الدين، اللي قال لك أنا جزائري أمازيغي. شوف يا شيخ، يا أنا أخي كنت شوف يعني أبكيتني، كنت لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله. شوف يا شيخ، أنا السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم. فيديو آخر من ملخصات قناة خواض الفكرية لبرنامج الحاج وعدلان السؤال البريء، وقصة جديدة من قصص المستبصرين لنور محمد وآل محمد. هذه المرة سنستعرض قصة أحد الأخوة من الجزائر. قبل أن نستعرض هذه القصة، أكو شخص مستبصر لنور محمد وآل محمد اسمه رشيد الجزائر المستبصر، هو أيضا يعلق بقناة خواطر فكرية، فأتمنى إذا أكو شخص يعرفه أو يعرف قصته أتمنى أنه يزودني برابطها حتى أقدر أنشرها بفيديو مستقل. استطرادا، أو عفوا، هذا كان استطرادا. أما الآن فقصة هذا الأخ يقول كلمة: ماذا لو مت على حب أبي بكر وحب عمر؟ ماذا لو مت على هذه العقيدة، حب من حارب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟ كيف حارب الرسول؟ بحربهم للإمام علي عليه السلام. نستمع إلى هذه القصة وبعدها إن شاء الله نرجع بالتعقيب، خليكم الفيديو. من المغرب، تفضل أخونا من المغرب. أظن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني؟ نعم أسمعك. محمد من الجزائر. من الجزائر، عفوا. تفضل أخونا من الجزائر، تفضل. أستاذ وعد، نحب نجاوب على سؤال الحلقة. أي نعم. شيخ وعد، ما هو حكم اللحاف بالرسول صلى الله عليه وآله؟ ما هو حكم ماذا؟ من يحارب الرسول صلى الله عليه وآله، من يحارب؟ الرسول صلى الله عليه وآله، نعم، ما هو حكمه في الإسلام؟ الذي يحارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخضع إلى السؤال: حاربه لماذا؟ البعض جهال، لكن حرب النبي صلى الله عليه وآله حرب لله، وبالتالي يكفر. في القرآن الكريم يا شيخ، في سورة المباهلة، في آية المباهلة، العفو، عندما قال أنفسنا وأنفسكم، يقول علماء السنة أن أنفسنا هي الرسول صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام. نعم، يعني النتيجة كل من حارب الإمام علي عليه السلام قد حارب رسول الله صلى الله عليه وآله. صحيح. صحيح، يعني كل من حارب، يعني كل من حارب الإمام علي عليه السلام هو من بطن السوء. نعم، هذه واحدة، يعني وعلى رأس هذه البطانة، نقول احتراما لأهل السنة السيدة عائشة أم المؤمنين. نعم. فيما يخص أبو بكر وعمر، الخليفة الأول والثاني، نقول بأنهما قد آذيا بدعة رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من آذى فاطمة فقد آذاني. ونحن نعلم بأن من آذى رسول الله فقد آذى الله، وبهذا جزما أن أبا بكر وعمر من بطانة السوء. طيب يا شيخ، أنا أحب نقول لك برك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله، وأشهد أن علي أمير المؤمنين ولي الله، يا الله يا الله، وأشهد الله سبحانه وتعالى أني أباه من أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة ومعاوية وبنو أمية وبنو العباس وكل من آذى رسول الله وكل من آذى أهل بيتي عليهم السلام، وبارك الله فيكم. ونحب يا شيخ، بارك الله فيك، إذا الأستاذ ميت يسمع فيها، أي نعم يسمع، نحب نوجه له رسالة، نقول له باللي راني نحبك في الله، جزاك الله ألف خير، أنت والإمامي إن شاء الله ربي يوصلكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. أنت بس لحظة، أنت اتصلت سابقا
وأظن قلت لي أنا أبحث قريب، صح ولا لا؟ قريب من التشيع ولا أنا غلطان؟ صح. طيب إذا أنت بمتابعتك للقناة الآن أعلنت تشيعك. صح. يا الله يا سبحان الله العلي العظيم، الحمد لله على هذه. والله يا أستاذ وجد، كما قال أخي البارحة اللي قال نقول لك أخي، يعني أخي في الدين، اللي قال لك أنا جزائري أمازيغي. يا أخي يعني أبكيتني، كنت لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله. شوف يا شيخ، أنا أقول لك صراحة والله العلي العظيم، يعني هذه ما بيني وما بين الله، يعني ما في حياة والله العظيم يا شيخ، لو يبقى دين السنة، يعني أنا على بالي لن يعجبك هذا الكلام، لكنه أقوله لي. لماذا؟ لأنني أحسست بالكذب، وكأنه إنسان يربيك، وفي الأخير يقول لك أنا ما نسبة ثلاث بالمئة، ثم وكأنه كذبوا علينا الدين هذا. تخيل يا شيخ، لو كان مت وأنا على هذا الدين، تخيل لو كان مت وأنا أحب أبو بكر وعمر، كيف أن قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب أكثر شيء أثر فيك وانتقلت هذه النقلة، إيش هو كان أكثر شيء؟ الكذب يعني، المنابر التي تكذب؟ والله يا شيخ مرة كنت مع سمعت رزية الخميس، وعندما سمعتها صراحة صالح كأنني قلت للسيد يا شيخ، هذا الفاروق، هذا الجبل، هذا راهو أو صاحب رسول الله، من المستحيل أنه قلت هذه من أعمال الشيعة، هذا حديث الشيعة، وسامحني يعني سامحوني بإخوان الشيعة، قلت أنهم موافين يكذبوا موافين، وأنا ما نعرفهم صراحة في حياتي، ما نعرف الشيعة، أنا نقول باللي الشيعة وكأنهم يقولوا جبريل عليه السلام أنه أخطأ، وباللي باغي ينزل الرسالة على الإمام علي عليه السلام نسبة الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث هذا. ولكن كي عرفت الشيخ وكأنه صارت لي صدمة، وكأنه ما قبلتهاش، ما رفضت أنه ما حد يقول الرسول صلى الله عليه وآله أنه يخرف. شكون أنت؟ من أنت يا عمر؟ شكون أنت؟ من أنت؟ هل أنت وفي تضع على فمي؟ أتتكلم على فمي؟ يا أخي اسكت، اترك رسول الله يكتب ما يشاء. لماذا نحن السبب الضلال اللي أنا فيه بسبب عمر، اللهم إني أبرأ إليك من عمر وأبو بكر وكل أعداء رسول الله، اللهم إني أتقرب إليك ببراءتهم، وقلبي ممتلئ منهم، لأنني باحترامك يا شيخ واحترام هذا الحلقة لا أريد أن أقول كلام جارح. الله يبارك فيك، ونسأل الله العلي العظيم أن ينير قلبك أكثر وأكثر، وأن تكون صوت إن شاء الله لمحمد وآل محمد بالكلمة الطيبة. وأنا حقيقة عندي نصيحة لك، أنه كما أنك خدعت على هذه السنوات، اعلم أن هنالك كثير من الناس لم تصلهم هذه الحقيقة التي وصلت لها، فعاملهم بالطيبة. الله يبارك فيك وبالكلمة الطيبة، لأن أعذرهم هم قوم يجهلون. أنت ترى في هذا البرنامج كم نوضح ونستخرج من الكتاب ونقرأ له ونضع العلامة الصفراء على الكلمة ونقول له هذه الكلمة، ويستمر بالعناد. فاعطي مجال لتلك السنين التي قضيتها أنت، اعطي مجال ان هنالك كثير من الناس الان مع هذه السنين ولا يرون الحقيقه، فاوصل لهم الحقيقه بالكلمه الطيبه يا اخي. واعتقد سيد ميثم عنده فقط كلمه معك، تفضل سيدنا الكريم. طيب اللهم صل على محمد.
وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين قيام الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله حجين عزيز، حيا الله جميع ضيوفكم الكرام، وأهني وأبارك الأخ العزيز الفاضل المتكلم الآن من الجزائر، وأسأل الله سبحانه وتعالى له الثبات على ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم، وأن ينور الله سبحانه وتعالى قلبه وعقله في طريق محمد وآل محمد. وحقيقة هذا الاستنباط الذي استنتجه الأخ من قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا نزرع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فاستنتج أن علي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي من حارب علي بن أبي طالب عليه السلام كان كمن حارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو التفكير الصحيح، وأحب أن أهديه هذه الهدية، أقول له هذا الكلام صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله، نفس الطريقة. يقول في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته محمد ناصر الدين الألباني، ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم موجهه للعترة الطاهرة: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سلم. يقول الألباني: حسن. يقول الحديث حسن، والحديث له طرق كثيرة أخرى. فهذا الاستنتاج الذي استنتجته أخونا العزيز من أنفسنا وأنفسكم، وإنما من حارب عليا كمن حارب رسول الله، فعلا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حارب العترة كمن حارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالتالي كل هؤلاء الذين حاربوا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حكمهم كما كحكم من حارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنيك مرة أخرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك داعي لمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم في نشر المذهب الحق، مذهب أمير المؤمنين عليه السلام ومذهب أهل البيت الطيبين الطاهرين. حياك الله أخوان العزيز ومرحبا. بارك الله بك وجزاك الله خير الجزاء، أدخلت السرور في قلوبنا، يعني على سرور على دمعة، ويشهد الله العلي العظيم أنك أفرحت قلبي، أفرح الله قلبك، وجعلك الله إن شاء الله مع النبيين والصالحين، وجزاكم الله خير الجزاء. الله يوفقك يا أخي وبارك الله بك، جزاك الله خير، شكرا شكرا لكم، بارك الله بك. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. والله يا أخوان، مرة اتصل الأخ، أنا الآن من الصورة تذكرت، اتصل الأخ مرة وسأل سؤال وقال: والله أنا أتابع البرنامج وبدأت أقتنع بمدرسة محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. فقلت أنا دعوت له وقلت: اللهم بحق محمد وآل محمد أن يريك الحق حقا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تتبع الحق. سبحان الله، أنا كنت أعتقد من التليفون من المغرب أو كذا، وإذا به الأخ يتصل الآن ويعلن أنه ينتمي لمدرسة محمد وآل محمد ويبرأ من أعداء محمد وآل محمد. هذا بجهودي، هذه القناة بجهودي، العطاء الذين يعملون في هذه القناة، حمى الله قناة الحجة ومن يساهم في الكادر اللي يساهم على هذا البرنامج وكل العاملين والذين يدعمون البرنامج، وهذه هي الثمار يا أخوان. لو لم يكن لنا إلا هذه الثمار لكفانا، فالحمد لله. حياكم الله من جديد. طبعا أكرر أنه الأخوة إذا تعرفون أين أجد قصة الاستبصار، استبصار الأخ رشيد اللي يعلق بقناة خواطر فكرية ويعلق بقناة الحاج وعد اللامي، أتمنى أنه أروجها مرة أخرى إذا كنت أنا مروجها، لأن ما جاي أتذكر حقيقة. قصة هذا الأخ كانت قصة مميزة، قصة مثل ما عبر عنها الحاج وعد اللامي، قصة مبكية، كيف ربط المواضيع مع بعض، كيف بيّن أنه شخص بحث عن الحقيقة وقال كلمات جدا 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 تهز المشاعر، كيف لك أو من أنت يا عمر حتى تقول للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إنك تهجر أو غلبك الوجع أو تخرف، واستغفر الله وناقل الكفر ليس بكافر عنه وعني. نعم، مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يجب أن نتأدب. فيقول له: من أنت يا عمر حتى تقول عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ذلك؟ اجعل أو اترك الرسول يفعل ما يحلو له، اترك شورتك للرسول الأكرم واستشارتك إذا كانت
أو كان تأويل أتباعك هي الاستشارة، فحتى هذه مرفوضة. وأيضا تكلم وقال: ما هو جزاء من حارب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟ بعدها أسقط وفسر الآية الكريمة أنه الإمام علي عليه السلام هو نفس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، بالتالي حربهم أي عائشة ومعاوية ومن لف لفهم ومن لف بجيشهم هو محارب للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم. حقيقة مشاعر وكلام المستبصرين لنور محمد وآل محمد لا يمكن أن تسيطر عليه، فهو دائما يتكلم بحرقة وألم، ويتكلم أيضا بمعلومة، ويتكلم بأمور حقيقة تبين ما مدى الجهل الذي كان يمارس ضده أو الظلمة التي كانت تمارس ضده. لذلك هنيئا لك أيها الأخ المجاهد، حقيقة مجاهد، بأنك استطعت أن تترك ظلمات السقيفة وتتجه نحو نور محمد وآل محمد. هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا الجهاد اللي خلاك تسأل وتتساءل: ماذا لو مت على حب السقيفة وأتباع أو رؤساء السقيفة؟ ماذا لو مت وأنا معادي لأهل البيت عليهم السلام، وأنا غير متبع لأهل البيت عليهم السلام؟ نقول: إن شاء الله إن شاء الله تشيع أقربائك، أهلك، جميع من يقرب أو من تربطك به صلة، إن شاء الله تكون داعية لأهل البيت عليهم السلام بالأخلاق الطيبة بالأخلاق الرفيعة، وإن شاء الله إن شاء الله سيكون لك تأثير على من يدخل لنور محمد وآل محمد. فاستبصار شخص واحد على يديك قد يغير من شكل الكرة الأرضية. نعم، تأثير الفراشة ينص، ما هو معناه؟ إنه تأثير جدا بسيط قد ينتج تأثير أكثر وأكبر فعالية في المستقبل. فاستبصار شخص واحد قد يكون هذا سبب باستبصار شخص آخر يستبصر، أو يكون سبب باستبصار زوجته وأهله، وهكذا أحفاد وأولاد هذه العائلة تنتج موالين لمحمد وآل محمد، ويصبحوا أو ينولدوا الشيعة، فهكذا تتغير خارطة شجرة هذا البيت. لذلك لا تبخلوا بالنشر، لا تبخلوا بالاستبصار أو بنشر المستبصر للنور محمد وآل محمد. نوصل هنا على ختام الفيديو، انتظرونا إن شاء الله في فيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم عادي، وفي أمان الله.